اوشك على نهايه تلعب رمي 3 متر ما تحت الجزاء اتجاه الى الايفي كاتازيت ممتاز ارسل مرمى ممتاز جبيبة الخيروان من اي ثلاثك يخرج مع الحارس هدف اول لصالح الملعب التونسي من اي ثلاثك دافع على الهداف ايمن محمود يتابع هذه العمليه لصالح الملعب التونسي هجوم سريع في مناطق مستقبل سليمان بلال العيد مالك هدف بلال عيد مالك بتاع يحضر للمسعدي ايت مالك ويسدد وتعلق ادم متاوس تقطع الكره احسن للمسعدي يعكس الهجوم يمشي بلال ايت مالك بلال الماجري وكذلك دكتور ابتا يرى مع بلال ايت مالك بلال ايت مالك يتعدى بلال ايت مالك الى ابتا 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 الى المسعدي التوزيع خطيره للكره والحارس هو ممتاز